والمزيد من المتابعة ينضم إلينا اللواء الدكتور سليمان المالك مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة. حضرة اللواء أهلا بك معنا، يعني ما الجديد الذي تقدمه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في موسم حج هذا العام خلافا عن العامات السابقة طبعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر قناة الإخبارية على إتاحة هذه الفرصة لنا إيضاح مساهمة الخدمات الطبية في القوات المسلحة في خدمة ضيوف الرحمن. مساهمة الخدمات الطبية للقوات المسلحة هي جزء أيضا من دور وزارة الدفاع في خدمة ضيوف الرحمن. مثل ما ذكرتي في التقرير قبل شوية عن الساعة السريرية لحدود 500 سرير 300 سرير تقريبا مستشفيات ثابتة في منطقة في مكة المكرمة والمشاعر في منى ومزدلفة ودقم الوبر والمغمس. أيضا الجديد السنة هذه ولله الحمد إنشاءنا 2 مستشفيات ميدانية، مستشفيات ميدانية جديدة مجهزة، كل مستشفى ساعة 50 سرير، واحد في منى واحد في عرفات. مستشفيات متكاملة فيها عناية مركزة، فيها غرف عمليات أشعة، بالإضافة إلى النقاط الإسعافية ومراكز. أنشأنا السنة هذه مركز إسعافي جديد، وإن شاء الله يعني راح يكون تقريبا مبنى من 3 أدوار، راح يكون فيه طاقم طبي حدود 24 طبيب وممارس صحي لخدمة أيضا. وبالإضافة إلى أنه عندنا أيضا السيارات الإسعاف المتنقلة اللي لأول مرة نأمنها في المشاعر لنقل 8 مرضى في وقت واحد. عندنا أيضا فرق طبية متجولة راجلة لإسعاف الحجاج. أيضا عندنا بفضل الله الفرق يعني لإسعاف ضربات الشمس الحجاج. هذه الفرق المتنقلة، ولكن دكتور سليمان عندما نتحدث عن مستشفيات ميدانية تحدثت عن 2 مستشفى ميداني مجهز بكل التجهيزات حتى غرف العمليات، ماذا عن الكوادر الطبية والتخصصات الموجودة داخل هذه المستشفيات وحتى المستوصفات؟ الآن المستوصفات طبعا اللي موجود المستشفيات تبع الخدمات الطبية اللي موجودة سواء الثابتة أو المتنقلة فيها طواقم طبية فيها طواقم طبية مؤهلة لإجراء كافة العمليات، وأيضا طواقم طبية موجودة يعني مكلفين أطباء من كافة مستشفيات المملكة للعمل في هذه المستشفيات في موسم الحج. هذا بالإضافة إلى أنه عندنا أيضا الطائرات الإخلاء الطبي، الطائرات العمودية متوفرة في المشاعر المقدسة لنقل المرضى اللي حالتهم تستدعي نقلهم للمستشفيات الرئيسية سواء في جدة أو المستشفيات العسكرية في جدة أو في الطائف. كل هذه الخدمات طبعا متوفرة في وفرة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لدعم ومساندة جهود وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن. شكرا لجهودكم جميعا، نتمنى لكم التوفيق. كان معنا اللواء الدكتور سليمان المالك مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، شكرا جزيلا.